اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خلاها سمك النهارده، ولما نقول خلاها سمك النهارده يعني المكرونه. البعض يقول عليها مكرونه سويسي، مكرونه بلدي، المهم ان يكون عندك مكرونه لحمها ابيض ولطيف وجميل وبالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه، لطيف وجميل بتتكلم مصري. معانا سمك فيليه قشر بياض برضه هنعمله النهارده بطريقه جديده مع الجلاش، عشان اطفالنا الحلوين اللي مش بيحبوا السمك لما يلاقوه في قلب السندوتش زي الشاورما او السندوتش العادي فبالتاكيد هيحبوه طبعا مع عجينه الجلاش بطريقه جديده وحقوق الطبع لدينا وبس. وخلي بالكم المكرونه النهارده هعملها كمان بطريقه جديده هتعجب حضراتكم جدا. المفاجاه بقى معانا مع الاكل ده، لا رز ولا مكرونه، حابين الكربوهيدرات والنشويات اللي بتستخرج من البطاطس. بطاطس قيمتها الغذائيه عاليه جدا، فانا عايز اعمل نوع بطاطس النهارده بالمايونيز، برضه يعتبر عدل الاكل بتاعنا ده مع عيش مع رز ابيض حسب الرغبه. دي المكونات بتاعتي بسيطه وسهله، ولكن الابتكار والفن الطهوي الكلام ده هنشوفه بعد الفاصل. استاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع للمكرونه السويسي مقليه بالزبده والليمون زيها زي البربوني. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا نعمل المكرونه السويسي المقليه بالزبده والليمون. حد بيسالني بيقول لي ممكن ناكل المكرونه دي مشويه؟ لا ما ينفعش، يا اما ناكلها بالزبده والليمون مقليه، يا اما مقليه عادي بالطشه، يا اما ناكلها في الصينيه زيها زي السردين، تخش كده مع بطاطس مع زبده مع عصير ليمون وتتعمل وتبقى لطيفه. تعالوا نشوفوا المقادير على الشاشه. مكرونه بلدي سويسي تتكلم مصري، معانا التوم، معانا شمر ناعم، معانا بابريكا وملح وفلفل وكمون وكزبره. دي المقادير البسيطه السهله. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع عصره حامض اللي هو عصره الليمون. اول حاجه هعمل التتبيله واحنا مع بعض كده، شويه الملح، السمك مش بيحب الملح كتير، كزبره ناشفه، شمر ناعم، الشمر ده بيشيل الزفاره من السمك، البابريكا، ما هو الشمر دي بذور الشبت المطحونه الناعمه، كمون كزبره، شويه فلفل اسود. حلو الكلام لغايه دلوقتي؟ عصره ليمون يا عم الشيف، والتركايه بتاعه المغازي اللي هتخلي المكرونه دي زي السيف، هتخلي المكرونه دي كريسبي، هتسمعي صوتها تحت اسنانك وانت بتاكليها، مش هتجلد منك، مش هتبقى مصيصة، مش هتبقى سايبة على نفسها، هتلاقيها كده كريسبي لطيفة وجميلة زيها زي الفراخ لما بتاكلها كريسبي. هي معلقة النشا مع الخلطة دي اهي، ونقلب الشوية دول كلهم مع بعض. حلو الكلام؟ طيب دي البداية، التقليبة دي كده أصبح عندي خلطة لطيفة حلوة لها قوام بعصرة الليمون. حذاري تحط زيت في التتبيله بتاعه السمك، لا هتستفيدي من التتبيله دي ولا السمك هتستفيد منها. ناخد المكرونه بتاعتنا الجميله بعد عمل التتبيله دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا مكرونه. نعم يا غالي. لا المكرونه حاجه اللي هي بالسي فود، والمكرونه السويسي حاجه. انا هشيل الروز دي مش عايزها، اسوي الروز كده جنب بعضيها عشان اخدها بالساطور خبطه واحده كده بالشكل ده كده. ما ناخدش لحم منها، مش عايز انا الرز دي ملهاش عوزه، ونخلي دول كده على جنب. ناخد دول كده كمان. دايما بتبقى المكرونه البلدي السويسي سعرها غير المكرونه اللي بيسموها الخليجي. طب الفرق بينهم ايه يا عم الشيف؟ المكرونه الخليجي بتبقى الجلدة بتاعتها من فوق فيها ألوان وبتبقى حجمها كبير جدا، أما المكرونة السويسي البلدي بيبقى تبقى صغيرة وبيبقى لحمها أبيض والقشرة فضي باللون اللي حضراتكم شايفينه ده كده. لا 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 لا، هناخد كده المكرونة نفتحها من هنا كده، أشيله خالص، والله كنت أنت ابن حلال مصفي. طيب هناخد كده المكرونه نحطها كده، الفتحه دي مهمه، نفس القصه هنا كده. عايزك تاكلي مكرونه النهارده بطريقه تانيه خالص. شفت متقلب المكرونه ابيض ازاي؟ اه
نفتحها كده بنسلى لو ورانا حاجه. واحلى تسالي انك تخش المطبخ دلوقتي وتعملي اي حاجه، تعملي حلويات، تعملي اكل، وتعملي الاكله اللي تاخد وقت كبير. فرحتك وانت واقفه في المطبخ وسعادتك وانت واقفه في المطبخ بتحل مشاكلك. اي مشكله اسريه، اي مشكله مع البيبي بتاعك الصغير بنوتك، يلا يا ماما، يلا يا قلبي ماما، نخش المطبخ نعمل لبابا حله محشي. خلص الكلام، اليوم خلص. انا بقطع المكرونه دلوقتي بفتحها بالشكل ده كده عشان عايزه تتبيلها بالتتبيله الحلوه دي كده، وبعدين هقليها ونشوف هنقليها ازاي في زيت غزير. وبعد ما تطلع من الزيت ده يتعمل لها الزبده والليمون، هتعجبك قوي. ودي طريقه جديده، زبده مع ليمون مع معلقه نشا عشان تبقى لها قوام. شفت انا بقطع المكرونه ازاي؟ خلي بالك طويل كده في المطبخ. الفتحه دي مهمه جدا. رقم واحد، انا شايل عرق الزفاره من السلسله بتاعت السمكه، وده مهم جدا، بيبقى عامل زي الشعره في قلب المكرونه، لازم تخلي بالك وتشيليه. شفت المكرونه ماشيه ازاي؟ هنا في حته اهي، شفت اهي، شلتها كده تمام. اخر واحده، حلو. عندي ورق بلاستيك زي ده كده، الرابل يعني، نثبتها هنا كده. شفت الجو ده كده؟ هنعمل حاجه كده مع بعض، مراش حاجه هتعجبك يعني في الاول وفي الاخر. ونمسك المكرونه دي كده. شفت انا بعمل ايه؟ ما ينفعش ان انا اخبط عليها ولا افرتها من غير ورق الرابل ده اللي هو البلاستيك بتاع المطبخ. ما عندكيش ده، ده سعره يمكن غالي شويه، بيتباع بالرول يعني. انا بريحك والله العظيم، وبحط كيش في موقف تقولي لو كان عندك كنت عملت. كيس العيش اللي موجود عندك اللي حطاه في الثلاجه، اللي جوزك جايب عيش معاه، هات عيش معاك وانت جاي، جايب كيس عيش، هتاخد كيس العيش ده وتطلعي العيش منه تخليه على جنب، وتبداي تستخدمي كيس العيش في فرد السمك، في فرد الاسكالوب، في فرد البفتيك، زي ما انا شغال كده. دي خلاص مش عايزها، بقت زفرة. حلو الكلام. نتبل السمك بتاعنا واحنا واقفين كده بنتسلى. الزيت معايا سخن، اخد التتبيله الحلوه دي كده. شفت المكرونه بقى؟ اهو ده قلب المكرونه هنا، ايه، عاشق ومعشوق. التتبيله اللي انا عاملها من البهارات، من التوم، من عصير الليمون، بقت مكرونة فليه، بقت مكرونة سكالوب. وانا بتبل كده هاخد المكرونة ده بعد التتبيلة الحلوة دي يا عم الشيف. حلو قوي. بعد التتبيلة دي باخد الدقيق بتاعي. خلي بالك اهم حاجة معلقة النشا اللي انا حاططها في قلب الحشو. هاخد المكرونة احطها كده اهو كده كده، وانا شغال كده، وانا شغال. الزيت عندي غزير، وامسكها من ديلها احطهم على بعض كده، مش هيلزقوا ببعض ما تخافش، لان الدقيق فاصل بينهم. هتتفرجي على شكل المكرونه دلوقتي هتعجبك. اللي ما اكلهاش قبل كده بالشكل ده هيسأل على السفرة، دي مكرونة ولا دينيس؟ دي مكرونة ولا جمبري بتر فلاير؟ شفت الجو ده كده؟ عندنا زيت شديد الحرارة، على ما تتحمر المكرونة معانا هنكون عملنا الزبدة بالليمون مع بعض، ونشوف هنعملها ازاي. ناخد المكرونة ونروح عند الزيت حبيبنا، يلا بينا. اخبار الزيت ايه؟ درجة حرارته عالية جدا. فين راس المكرونة؟ مش عايزها. أنا عايز المكرونة كده كلها عشان الأطفال يحبوها كمان، وده مهم جدا. حذاري بقى إنك تحط المكرونة في زيت بارد، لازم يكون الزيت هنا شديد الحرارة، يكون سخن. لأنك لو حطيتها في زيت بارد الخلطة دي هتنزل من على وش المكرونة، دي رقم واحد. رقم اتنين،
رقم اتنين المكرونة هتطرى منك وده مهم جدا. فأنا حبيت أعمل تيست على الزيت بتاعي، جبت عود روزماري حلو من ناحية بعطر الزيت بتاعي، ومن ناحية بعمل تيست على الزيت بشوف أخباره إيه. ناخد المكرونة الحلوة دي كده، يلا بينا. الله، إيه السرعة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلويات دي؟ استنى شوية هسه. ليه؟ ما ينفعش أحط صف تاني إلا لما شوية السمكة تتشمع. أبدأ تاني، حتى قلي السمك فيه ابتكار. العكس. استنى شوية، درجات، هنعمل طبقات، عمارة. تاني. نعم، ما هو اللي يعيش ياما يشوف، بيقول أول مرة أشوف المكرونة تقيلة كده. أنا بجيب المكرونة من عند راجل السماك بتبقى طويلة كده. مش مستعجل، لازم الطبقة تاخد وقتها علشان لما أنزل بالطبقة التانية يبقى فيه كريسبي. هنتفرج عليها دلوقتي. ننزل بالتاني. الله، آخر واحدة، دي آخر واحدة. بص الحلاوة دي كده، بص الحلاوة دي كده، دي شفت السمكة في ده عاملة ازاي؟ العب. لما اقول العب يا سمك يعني السمكة كده. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وسمك المكرونة في الزيت بيبكبك عايش قصة حياة وقصة إبداع وقصة خبرة طهوية اتعمل في عجالة مع بعض. وعلى عينك يا تاجر، أهم حاجة السمكة تيجي متنظفة وطازة وزي الفل. هنطلع فاصل صغير ونرجع للسمك الفيليه القشر البياض أو الفيليه البلطي بتاع خير مزارعنا، نعمله إزاي بالجلاش زيه زي السندوتش أو زي المطبق بطريقة جديدة هيعجب ولادنا. أو هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. التفاصيل الصغيرة والمعنى الكبير والطعم الجديد جوه الزيت في الطاسة، وجبنا سر الخلاصة. بص على المكرونة، ايه رأيك؟ بالله عليك، شوف دي كمان. كسرت؟ لا. نزلت الخلطة بتاعتها؟ لا، هي معلقة النشا يا ست الكل. حطها في الزيت يا فندم؟ حطها في الزيت. لسه المكرونة لها وقت في الزيت، خلي بالك ما تستعجلش عليها. تعالوا نعمل مع بعض الزبدة والليمون، لأن المكرونة دي لما تطلع من الزيت لازم تلاقي حفلة. إيه هي الحفلة؟ زبدة وليمون. أول حاجة بنحط معلقة دقيق صغيرة مع الزبدة. لا، دي للمكرونة، لسه في المكرونة، لسه في المكرونة. زبدة، دي الله عليك، مضرب صغير، ممكن حليب، ممكن كريمة لباني. الله، تاكل مكرونة لأول مرة، نقلب دول كده مع بعض. الله، حدش سألني ليه حطيت دقيق على الزبدة، كان نفسي حد يسألني السؤال ده. أتمنى والتمني مطلوب. أنا هحط دلوقتي ليمون. طبيعي لما بنحط ليمون على الحليب أو على الكريمة اللباني بيفصل منه، بيقلب على جبنة. وجود الدقيق مع النشا، شفتوا الابتكار الطهوي؟ شفتوا المعلومه رايحه فين؟ مجرد ما احط نشا او دقيق اصبح ان هنا الحليب في امان. عشان كده البيكاتا لما بتتعمل بالليمون والزبده لازم ان احنا نغلف البيكاتا في دقيق. الخلطه معايا جاهزه اهيت زي الفل، اسيبها على النار. رشه فلفل اسود، رشه ملح صغيره، وخلص الكلام. ازود الزبده شويه،
يا سلام على شويه رز صياديه جنب الاكل ده. عينيا لا لا لا، واثق الخطوات يمشي ملكا. ده ليمون، الليمون الاخضر الحلو ده بشير الشتاء. شفت الشقاوة دي؟ عينيا ده ليمون، هاخد الليمون ده انزله كده، يكون ليمون اخضر بس عشان الحموضة والمزازة بتاعته. ناخده نسقطه هنا كده، يلا بينا. الله الله على الطعم. نسيبها، نشوف المكرونة اللي مخرجنا زعلان عليها. بص ارفعها زي ما هي كده بس خلص. ناخد الطبق التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي انت يا شواف يا مخرجنا يا جميل شواف. بص السمكيه طالعه بتلعب ازاي، اهي صاحيه اهي ترص كده اهو. الله ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، مكرونه مش جمبري. شفتها اتقلت قبل كده يا ست الكل؟ بالله عليك قولي كلمة حلوة. صلى على الحبيب. شفت الصوص اللي بيغلي جنبها ده كده؟ مكرونة اهي. حاضر يا فندم، اهي يا فندم. عايز نمسكها له كده اهي اهي اهي. حطها في الطبق ولا تيجي عندك؟ أمرني اهي. حاضر. أنا بدلعك النهارده. يلا بينا يلا بينا. سنة شبت صغيرة على الكريمة والزبدة، شغل الجمبري. ناخد الصوص الحلو ده كده، ألف هنا وشفا اللي ياكل. يلا بينا. اللهم صل على النبي. شفت الحلاوة دي كده؟ غرق المكرونة في الزبدة والليمون، ألف هنا وشفا. وحصري حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى، يعني الصورة الحلوة تعني مليون كلمة، ليس زي ما قالت الصحافة ألف كلمة. مش الصحافة بتقول ألف كلمة، إحنا بنقول مليون كلمة. ناخد العود النعناع ده كده، أو روزماري أو زعتر، دي بتاعتك، ولكن للأمانة هي مش محتاجة حاجة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحطها على السفرة هنا، ايه رايك في مكانها ده كده؟ نخش على اللي بعده، ازاي نعمل سمك فيليه قشر بياض بطريقه جديده النهارده مع بعض في عجاله. نقفل الزيت عشان نحمر فيه تاني بعد كده. شفت العود الروزماري عمل عمايله ازاي؟ هناخد كده الزيت. احنا ممكن نعمل تركايه حلوه على فكره، بس دي ايه يعني حاجه تجويد منك. شفت الروزماري ده كده؟ مخرجنا بالله عليك، مخرجنا الجميل بالله عليك. مقادير قشر بياض اهو، قشر بياض، عجينة جلاش، ثوم، بصل، كزبرة، شبت بقدونس، خضرة المحشي. وفرت عليك الحديث. الثلاثي المرح، يطلق عليه المغازي الثلاثي المرح، زي ثلاثي أضواء المسرح رحمة الله عليهم. الثلاثي المرح اللي هو البقدونس والشبت والكزبرة، دول لما بيتفقوا مع بعض بيعملوا حاجات جامدة جدا. الروزماري ده فاكره ولا لأ؟ ده هنا ده المركب، ده الشراع بتاع المركب يا شفيق. السمك الفيليه معانا في قلب الزيت زي ما هو كده. العب من غير اي حاجه. دي كزبره. يلا بينا. فص ثوم، فلفل حار، الولاد بيحبوا الحار. حلو على السمك. مكعب زبدة على السمك. كل ده على توابلنا يا عم الشيف. عود روزماري حلوة كده، دي الحشوة بتاعت الجلاش. الجلاش محصور ما بين لحمة مفرومة
نعمله حلويات، انما نعمله مع السمك ده الجديد. نمسك السمك ده كده، ايه الاخبار؟ هو ده اهو. مش هكسره، هو لوحده كده لما يستوي هنشوف جماله ونشوف حلاوته. حلو، نخليها على النار كده. وللامانه وللمصداقيه، بص المطبخ بقى لما بتحلو معاكي وتبداي تعملي حاجه حلوه، هو ده. فاكرين الصوص ده كده اللي كان معانا من شويه؟ يا ويلي. يلا بينا نسيبهم على النار ونجهز العجينه بتاعتنا عشان هندخلها الفرن تاخد وش. نشيل كل حاجه من هنا. خلي بالك انا حاطط ليمون عليه. عجينه الجلاش لازم تجيبها طازه من السوبر ماركت، ومن فضلك ما تفتحهاش غير قبل ما تشتغلي فيها على طول مباشره. معانا بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد عجينه الجلاش دي زي ما هي كده، نخليها ونشتغل مع بعض دلوقتي. بنحط هنا شويه زيت، حلو الكلام. مع الزيت ده يا عم الشيف شويه شمر في ارضيه الطاسه او الصينيه. شفت التركايه دي؟ عشان لما بقول حقوق الطبع لدينا وبس، مش من فراغ. دي رشه شبت اللي هي بذور الشبت، معاها فص ثوم. يا دلعك يا شيف، دول لما يتحمروا مع بعض مع زيت الزيتون هتاكل الجلاش وتسيب السمك. بتضحكي؟ ها، طب جربي الموضوع ده وقولي رايك فيه بالله عليك. حلو الكلام لغايه كده، زي الفل. رشه ملح صغيره، كل ده السمك بيستوي على النار. تعالوا مع بعض ناخد السمك ده نشوف هنشتغل فيه ازاي. ايه الاخبار؟ هو لوحده بيتكسر. شفت الفيليه فيه طبيعه كده، ما نحملش عليه. وخد الصوص وخد الطعم وخد القوام وغرقان. ناخد الخضره بتاعتنا، الثلاثي الملح، كزبره، شبت، بقدونس، ينزل عليه. الاولاد اللي مش بيحبوا السمك ممكن تحط خيار مخلل على فكره، بس في الحاله دي ترفع ايدك من الملح. حلو الكلام. انا حاطط قرن فلفل حار، تحط في الاعتبار ان الاكله دي شويه سبايسي. شفت بقى؟ هو ده. هناخده كده يا عم الشيف وناخده في كاسرولة على جنب، عشان المفروض علميا طهويا يبرد شويه. ما ينفعش اشتغل بيه وسخ على النار. تيجي نقف وقفه هنا، انا بسميها محطه الابداع. لغايه دلوقتي كده طاجن السمك ده طاجن السمك بالكريمه او بالوايت صوص. تقدري تقدميه زي ما هو كده مع جبنه، اختياري. تقدري تقدميه كده مع مكرونه سباكيتي، اختياري. تقدري تقدميه كده مع رز ابيض، اختياري. حطيتي معلقه كاري بقى سمك بالكاري مع رز ابيض. شفت المطبخ ازاي ماشي معانا واحده واحده؟ وانسياب اهو، سايب نفسه اهو. طلع لك من السمك ده 20 صنف وانا واقف. من نفس السمك ده نشتغل منه لازانيا، بس لازانيا بالسمك. نشتغل من نفس السمك ده رز بالسي فود واحنا شغالين، شوربه السمك بالوايت صوص وهكذا. السمك جاهز معانا، نسيبه يبرد. وعجينه الجلاش جاهزه، ناخدها كده على جنب وناخد ورقه من الجلاش ده كده. اللهم صل على النبي. ونيجي كده في نص ورقه الجلاش، بناخد نص ورقه ونعمل الحركه دي. شفت الحركه دي بقى؟ دي مهمه جدا على فكره. دي لو هتشتغلي في السمك وهو سخن زي ما انا شغال دلوقتي كده، وتطلعي منها زي الشعره من العجين. ورقه الجلاش اللي انا حطيتها في النص هتنجيكي. حلو الكلام؟ ناخد السمك بتاعنا. يا ويلي. مع شويه صوص بالمعلقه كده. حلو ده كده. في الخضرة، في البهريز الحلو ده كده، ونقفلها كده يا عم الشيف. لا لا مش سوش. شفت ازاي؟ الله عليك يا عم الشيف.
خلي بالك الورقه الجلاش اللي انا حاططها في الارضيه هي سر النجاح. هناخدها زي ما هي كده. يلا بينا تاني مع بعض. يلا تخيلي بقى لما اولادك جايين وهما بيحبوا دايما ياكلوا الجلاش من ايدك، فما تقولولهمش ايه التوبنج او الحشوه اللي جوه، سيبهم كده براحتهم لما يعجبهم الاكل وياكلوا بالف هنا وشفا. تقولي لهم انت عملت ايه. دي العجينه باخد نصها، لكل واحده كفايه نص لان احنا بنطبق العجينه على بعض، وناخدها كده نطبقها على نفس الايه الحجم بتاع قطعه السمك. يلا بينا. تعالي يا حلوه. الله، معاها الخضره البقدونس والكزبره والشبت، ممكن تحط زيتون اخضر عادي، ممكن تحط زيتون اسود عادي، ممكن تحط شريحه جبنه عادي، صوره مفتوحه. يلا بينا. اهم حاجه التركيه اللي انا عاملها في ارضيه الكاسرولة اللي هي عباره عن زيت زيتون مع الثوم مع شمر. نخلي دي على جنب كده. هندهن طبعا السندوتشات دي بالزبده او بالسمنه وندخلها الفرن تتحمر. مخرجنا حابب يطلع فاصل، اهلا وسهلا. حابب تكمل برضو، اهلا وسهلا. شفت الحشوة دي؟ ابداع النهاردة، كل يوم ابداع. حلو. الله، الف هنا وشفا جنبيها مع بعض. ده نخليها كده نصين، عايزها وناخد اتنين مع بعض او واحدة، بس انا بحب عجينة الجلاش تبقى سميكة وحلوة، بس طعمها كده، وخاصة لما تاخد الصوص الابيض ده كده او الوايت صوص او الزبدة والليمون اللي انا مغلف بيه السمكة، هتاكل صوابعك وراها. شفت العجينة بعمل فيها ايه؟ واحطها هنا كده. العجينة دي عاملة زي سنيد البطل في الفيلم. اي فيلم بيبقى له بطل، اي مسلسل بيبقى له بطل، فبيبقى له سنيد، يعني بيبقى هو الخيال بتاعه. فاللقمه اللي انا حطيتها دي هي الايه السنيد بتاع الايه العجينه كلها. هتسندها يعني من الاخر. انا بهزر معاكم، ها، والهزار ده من وراه ان انا بحببك في المطبخ. الله، مكانك يا حلوه. نعمل كمان اتنين. حاضر، تسيبوني اعمل اتنين كمان مع بعض لان لازم اكمل الكاسرولة الحلوه دي كده. وخلونا بعد الفصل اقول لك على تركية حلوه تبقى احسن مني، وانا بكون مبسوط جدا وسعيد جدا وليا الشرف لما تكون ام بتتابعني، عروسه بتتابعني، اخت بتتابعني، ست الكل بتتابعني، امهاتنا اللي بيتابعونا ويعملوا الاكل وتجود حبها لاولادها واسرتها ويكون احسن مني. انا بكون مبسوط على فكره، لان هو ده هدفي، انك تنجحي في المطبخ وتعملي لاولادك الاكل. ولما بشوف على السوشيال ميديا اتعلمنا منك يا شيف مغازي من 10 سنين كذا، من 9 سنين كذا، وكنا كذا، انا بكون فخور وليا الشرف. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. عجبني قوي المركب اللي فيها الشراع من العود الروزماري مع مكرونه مقليه يختلط ما بين الجمبري البترفلاي مع المكرونه المقليه بالزبده والليمون. اكيد مخرجنا الجميل مدلعها. هنكمل مع بعض حكايتنا وحدوتنا مع السمك اللي انا بعمله بالجلاش. دي شرايح من الليمون الاخضر. كام واحده؟ 2 3 4 5 6. اخد الليمون ده احطه كده. لسه ما خلصتش بالله عليك، اصبري عليا يا امي. ربنا يوعدك بزياره النبي، بزياره النبي يا امي. شفت الحلاوه دي كده؟ هو ده. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ عندنا سمنه على النار. السمنه دي مش هسيبها في حالها، خلي بالك ده مهم جدا. معانا شويه شمر. انا بعمل سمك مش بعمل عجينه جلاش باللحمه. شمر في قلب السمنه. طلعنا من جو السمنه بقى وجو الفته. طشه التومه الحلوه، لسه ما خلصتش. سنه البابريكا الحلوه. الله، ايه الحلاوه دي يا عم؟ ده في السمنه.
شوية الملح الحلوين في السمنة، لبالك عصرة الليمون الحلوة في السمنة. يا دلعك يا عم الشيف، ويلا بينا يلا بينا نصلي على الحبيب. العجينة جاهزة عندي، يلا يا وحقوق الطبع لدينا وبس. السمك ده هيخش جوه الفرن تتفرجي عليه بعد ما يطلع، هتدعي لي حاجة جديدة. ولما بنقول الصورة تعني مليون كلمة مش من فراغ، خبرة السنين. أهم حاجة التومة مع الشمر، معلقة السمنة الحلوة مع البابريكا. يلا بينا في الفرن، يلا بينا. مكانها فين في الفرن يا مخرجنا يا جميل؟ بالله عليك تقول لي عشان أنا ساعات بنسى. لا أنت خليك في الإخراج، أنت شاطر جدا في الإخراج. وقول لي في أرضية الفرن، عايز تضحك عليا؟ آه دي تتحط في نص الفرن، آه لازم النار تحتويها من كل الأطراف. إيه الحلاوة والجمال ده؟ والصورة من داخل الفرن برضه تعني مليون كلمة. تعالوا نقفل الفرن بتاعنا ونشوف نعمل ازاي شوية بطاطس حلوين. البطاطس اللي انا عاملها دي للأولاد، للأطفال، لكبار السن. عزمة حماتك، عندك ماميتو في البيت فعايزة تأكليها بطاطس حلوة، فخلوني اعمل لحضراتكم بطاطس بوريه او سلطة البطاطس بالمايونيز. معانا بطاطس متقشرة جاهزة، ومعانا مايونيز، ومعانا توم، وبقدونس، وبروق المطبخ بتاعي، وده مش عيب، مطبخي يكون رايق أول بأول. النظافة خلاها دايما هي شعارك وانت شغالة أو هي هدفك. طاسة على النار، بنحط في الطاسة دي معلقة زيت صغيرة. شفت ازاي هعمل السلطة الحلوة دي كده؟ أهو السلطة دي بنعملها سخنة وتتقدم برد، خلي بالك زي البطاطس كده لما بتتسلق تتقدم برد. دي معلقة زيت زيتون على النار، أشم ريحتها. معانا تومة، معانا بصلاية، معانا عود روزماري حلو. لا ما تخافش عليك جلاش، ناخد دي على نار شديدة، ننزل بالروزماري هنا كده، ناخد الشماخة بتاعته والطعم بتاعه، ناخد البصلاية الحلوة دي كده، ناخد الفص التوم الحلو ده كده. انا ما احبش احط البصل ني والتوم ني على بطاطس هعملها، لازم تكون البصلايه مستويه والتومه متحمره. نقلب تقليبه حلوه. البطاطس دي بنعملها المره دي اول مره. بصل توم روزماري، بصل توم روزماري، توابل البصل، توابل البطاطس، ملح وفلفل، فلفل اسود. مش هحط ملح. ليه مش هتحط ملح يا شفنا؟ لان انا حاطط ملح في سلق البطاطس. شفت ازاي لما تركزي في مطبخك؟ بننزل بالخضره دي، بننزل بشويه شبت صغيرين على النار. اللهم صل على النبي. معانا مايونيز، ومعانا بطاطس. شفت البطاطس دي؟ مهروسه جامد على فكره. يلا بينا. الله الله. بطاطس لما بتتسلق تهرسيها وتقعديها، غنيه بالنشويات، غنيه بالكربوهيدرات، بتديك الشكل الحلو ده كده، وده يطمنك. ده حليب يا ولي، ونهرسها مع بعض كده. نعم حاضر يا فندم، عينيا عايز يشوف الجلاش في الفرن. انا كمان زيك عايز اشوفه برضه لان الفرن بتاعي حامي. اقلب البطاطس كده، تاخد من البصله، تاخد من التومه، تاخد من الروزماري، ننزل عليها بالمايونيز الحلو. الله، قيمة غذائية، بروتين عالي، كربوهيدرات، نشويات. تبص على الحلاوة
بص على الحلاوة. بص على الحلاوة. البطاطس اخبارها ايه؟ الله، ايه الحلاوة دي؟ شفت البطاطس دي كمان؟ نقفل الفرن؟ يلا بينا. الله عليك وعلى والديك. زي الفل. البطاطس دي مهمة جدا اهي، شفت؟ بس بتاكل صابعك ورا كبار السن. فيها بروتين، فيها نشويات، فيها لا هي من غير لحمه. مخرج ده بيقول لي في البروتين، انا مش شايف لحمه. البروتين في المايونيز يا غالي. ما المايونيز ده طالع من ايه؟ من البيض، والبيض بروتين حيواني من الدجاجه. فاصبح ان البطاطس فيها بروتين، فيها نشويات، فيها كربوهيدرات. ولا انت لازم تشوف الهبر؟ معلقه الزبده اللي تحطيها، معلقه السمنه اللي تحطيها، دي كلها بروتين. ناخد البطاطس دي نغرفها مع بعض. يلا بينا. اللهم صل على النبي. مش لازم كل يوم بقى رز ومكرونه مع سمك، يعني خليها مره كده بطاطس بالشكل ده كده، صدقيني هتدعيلي. الله، زي الفل. اسويها كده. ممكن بقى تجودي، تعملي حاجه حلوه، اعلمك حاجه كده. وانت ست الكل متعلم منك. لكل حد من ضيوفك هتجيب الطبق تغرفي له معلقه البطاطس الحلوه دي مع سندوتش الجلاش اللي انا عامله، او مع السمك. يبقى خد الطبق بتاعه، يبقى الف هنا وشفا. شفت الجو ده كده؟ دي مش محتاجه اي جرنش خالص، ده هي بص تتكلم عن نفسها. حطها جنب المركب، جنب المركب. اللهم صل على النبي. اهي دي بطاطس، دي المكرونه بتاعتنا الجميله. نوسع للجلاش، اخباره ايه؟ اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ لا جاهز، يلا بينا. يلا، مهم جدا خلي بالك تحط في الاعتبار حاجه حلوه، ان انا ممكن اطلع الحاجه من الفرن انت مش راضي عنها، بتقولي ده انا عايزاها متحمره شويه، وارد. انا بحبها مقرمشه شويه، وارد. ده ما يمنعش ان انا بوريك الفكره، بوريك الحاجه، وانت عايزه تقرمشي العجينه اكتر من كده اهلا وسهلا، عايزه تقدميها زي ما هي كده برضو اهلا وسهلا. السمك عندي مستوي من جوه، فانا كده في الامان. اكلنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. عملنا الجلاش بالسمك حصري وحقوق الطبع لدينا وبس، عملنا سمك المكرونه المقلي بالزبده والليمون وحقوق الطبع لدينا وبس، عملنا بطاطس بطريقه جديده لكبار السن والاطفال والرياضيين، مكوناتها قيمه غذائيه عاليه جدا لا تخلو من البروتين اللي هو الزبدة أو السمنة أو المايونيز اللي أنا ضفته في الآخر. يعني رؤية، فن، إبداع، بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.